بأفريقيا قد رأيت الحياة وبسمة حب ودمع سجال. تستدر الدموع وما بعد قول العيون كلام. لا يمكن لي في هذه الرحلة الإفريقية أن أتجاوز بلاد موريتانيا، فهي بلد المليون شاعر، بلد المليون عالم. هذه البلاد، بلاد موريتانيا، كان يطلق عليها قديما بلاد الشنقيط، وكلمة شنقيط أصلا كمدينة لم تعرف قبل القرن السابع الهجري فيما يذكر، وهي كلمة بربرية الأصل فيما يذكر بمعنى أرض النخيل. وأما كلمة موريتانيا فلها أقوال كثيرة، من أشهرها أن كلمة مورو تعني بلاد، هي إسبانية الأصل، وتانيا يقال بأن معناها الخيام، يعني بلاد الخيام. وأول من أطلق هذه الكلمة على هذه البلاد، بلاد موريتانيا، هو المستعمر الفرنسي عند استقلال موريتانيا في حدود سنة 1960 من الميلاد. أما عاصمة موريتانيا الحالية والتي صارت لها الشهرة بعد ذلك نواكشوط، فأيضا لها خلاف كثير في اسمها في معناها، وأشهر الأقوال بأن نوا بمعنى ذو أو بمعنى صاحب، وكشوط بمعنى الآبار، أي الأرض ذات الآبار، وقيل الأرض ذات النوق. المقصد أن هذه الأسماء كلها مستوحاة من الطبيعة التي يعيشها الموريتانيون. أعددت الرحلة بعد زيارتي إلى المغرب أن أتوجه إلى موريتانيا. ليس هناك منهج محدد في هذه الرحلة الموريتانية. هاجر جماعة من أهل تركستان الشرقية الموجودين في الصين وتركستان الغربية الموجودين فيما يسمى اليوم بآسيا الوسطى إلى بلاد الحجاز واستوطنوها. ولأن أشهر تلك المدن من تركستان الشرقية والغربية هي مدينة بخارى، ظن أهل الحجاز أن هؤلاء القادمين إليهم كلهم من مدينة بخارى، أو اعتزوا بنسبة الناس لتلك النواحي لشأن مدينة بخارى وعلو أمرها لكونها بلد الإمام البخاري رحمه الله. فليس كل الموجودين في بلاد الحجاز هم من بلاد بخارى المنسوبين إلى البخاري. نفس الكلام يقال في القادمين إلينا في بلاد الجزيرة العربية والخليج من موريتانيا. فلشهرة بلاد شنقيط ولكونها تعتبر من البلاد العلمية الشهيرة، ولكونها أيضا على ممر الحجاج، صار الناس يسمون كل القادمين إليه من موريتانيا بالشناقطة، وليس الأمر كذلك. من الأسئلة الكثيرة التي تراود الناس لا سيما من المشتغلين بالعلم، كيف غدت موريتانيا بلد المليون عالم قبل أن تكون بلد المليون شاعر؟ موريتانيا تعرف ببلد المليون شاعر. أنا أثناء تجوالي في بعض القرى حتى في البادية الموريتانية لا يكلمك الناس إلا بفصاحة لسان، سبحان من أجرى الفصاحة على ألسنتهم. في هذا المكان الطيب وفي دوحة جميلة تحت النخيل والماء الجاري من الجبل، عندنا أحد الشعراء الكرام يريد أن ينشد لنا قصيدة من اللهجة الحسانية. خليل والمولاي، يا نرحب بالشاعر وتفضل. كلمة قصيرة ولكن الضيف ما قد يكون ضيفه بشي من الشعر الحساني والله الشعر العربي. قلت عبد العزيز لين الجيت لم الشقلان معاك عيان، بهلك عنك شور الكويت وهلك الكبار وموريتان، بهلك عنك شور الكويت وهلك الكبار وموريتان. ولكن الوقت ضيق ونعود نطلع هذا القاف وما يرى عليها تطلع عنده بعد عودة إن شاء الله ولين يجينا. عبد العزيز لين الجيت لم الشقلان معاك عيان، بهلك عنك شور الكويت وهلك الكبار وموريتان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مسلم على ضيوفي كاملين اللي منهم موجودهم. طبعا أم الشغلان هذا اسم المكان، أنا ما فهمت إلا
أم الشغلان وكويت وموريتان، لكن واضح أن اللهجة، طبعا اللهجة الحسانية هي عربية فصيحة لكنها كاللهجة الدارجة عندنا قد تفهم أحيانا ولا. فهو يتكلم يقول يعني نرحب بك بأم الشغلان اللي هو اسم المكان الذي جئت به من الكويت إلى موريتان، صح؟ لا، عندك أهل في الكويت وأهلك الكبار. عندك أهل في الكويت وأهل الكبار في موريتان. لا ما شاء الله، جميلة، صح لسانك. احنا عاد ترى مو على طريقة الخلفاء قديما اعطوه 1000 دينار ولا، احنا على باب الله يعني. فلا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق ان لم يسعد الحال. ولا يمكن لأي رجل خليجي أبدا أن يجهل فضل العلماء الموريتانيين على أهل الخليج، فعلماء موريتانيا أو علماء شنقيط كما كانوا يعرفون من قبل كثير في بلاد الخليج، ولهم أثر كبير ليس وليد الساعة. فمنذ أكثر من 100 سنة وعلماء شنقيط يفدون على بلاد الخليج. شنقيط لم تكن مشهورة شهرة كبيرة، بدأ تاريخها منذ القرن 8 الهجري تقريبا، واشتهرت من أمرين: الأمر الأول لكونها على طريق الحج فصارت قوافل الحج تخرج منها، ثم لأن أهلها صاروا بعد ذلك من كبار العلماء وهم من أشهر القبائل المعروفة في موريتانيا. القبائل الشنقيطية أو لنقل بعثات الحج والقوافل الحجازية التي كانت تخرج من شنقيط والتي صارت تعرف بعد ذلك بالرحلات الشنقيطية صار لها أثر كبير ليس في موريتانيا ولا في بلاد المغرب فقط، وإنما في الحجاز. يعني اليوم حجاج موريتانيا قد يصلون إلى ما يقرب من 2000 حاج مع سهولة المواصلات. في أيام الرحلات الشنقيطية كان يصل عدد الحجاج إلى ما يقرب من 5000 حاج سنويا، حتى إنهم كانوا يقولون ربما خرج من كل بيت من كل منزل حاج حتى لا يبقى أحد في شنقيط إلا وقد خرج إلى الحج. وتعدى نفع الشناقطة من كونهم أهل رحلات حج إلى كونهم علماء ينتفع بعلومهم. وينهل الناس من علومهم لما تميزوا به من سعة في العلم وقوة في الحفظ وقدرة على الاستدلال والاستنباط. فليس علماء الشنقيط أو علماء موريتانيا كما يسمون اليوم آلة تحفظ من غير أن تدرك أبدا، وحاشاهم من ذلك، فقد آتاهم الله عز وجل قوة في الحفظ وقوة في الاستدلال، ومن جالسهم عرف لهم فضلهم. الأخ محمد المختار أخرني وجوعني وتعبني وعندنا سفر، وقال مستحيل تروح إلا لما تمر المقيل في أم الشغلان، وأشغلنا شغلانة بأم الشغلان. المهم وصلنا أم الشغلان فوجدت أشياء غريبة كثيرة جدا. أول شيء أعطوني البندي قال عشان أرمي أصيد، وأنا لا أصيد عصفورا فضلا عن أصيد أرنبا. والأمر الثاني ما شاء الله المكان جميل جدا، وحولنا ماء جاري الظهر ينزل من الجبل. ثم وجدنا هذه الخيمة الجميلة. الأجمل من الخيمة النفوس الطيبة الموجودة عند هؤلاء الكرام الطيبين، عندهم سماحة في النفس وكرم وطيب معشر وحسن خلق. وأغرب شيء لا تستغربونه، الأخ الحبيب هذا اللي قاعد على يميني، هذا عندهم العادة أن الكلفة تسقط في بين الناس، ما في رسميات، فالواحد يأخذ راحته في الجلسة هذه. أول يوم جلست قلت هذا ليش الأخ واحد حاط رجل على رجل واحد متكي منسدي على هذا، فاستغربت هذه الجلسة. قالوا بالعكس، أنت كونك جالس الجلسة هذه أنت الآن متكلف بعيد عن روح المرونة الموجودة، فإذا حططت رحلك عند أهل موريتانيا فستجد أمورا كثيرة، من أهمها الكرم والكلفة الساقطة بين الإخوان. وأما البنادق هذه لها القنص، وأنا جاي هنا أوثق تاريخ، ما جئت من أجل القنص. الشعب الموريتاني شعب كريم مضياف، فالناس هناك على فقرهم وحاجتهم وشدة عوزهم يتنافسون في دعوتنا إلى أماكنهم، وإذا جئناهم لم نجد عندهم إلا ملذوذ الطعام والشراب على عسر وشدة فيهم، مما يدل على النفس العربية الكريمة المتجذرة فيهم. ومع مجاورتهم لكثير من القبائل الزنجية القادمة من جنوب إفريقيا، إلا أنهم ما زالوا محافظين على عروبتهم مفتخرين بها. فالشعب الموريتاني شعب عربي بامتياز، والقبائل الموريتانية
قبائل عربية قد هاجرت منذ قرون قديمة إلى موريتانيا، ومما يدل على ذلك عنايتهم بأنسابهم وأحسابهم ومعرفتهم لذلك معرفة تامة. من الأشياء الغريبة التي رأيتها في بعض مساجد موريتانيا أنه توضع مثل الحجارة من أجل التيمم، يتيمم بها بعض الناس وليس كل الناس، الناس الحمد لله الآن يتوضؤون، لكن يوجد من يتيمم بها أحيانا. وقد ذكر هذا أيضا الرحالة الشيخ محمد العبودي أنه استغربها عند بعض الناس، فسأل بعض الإخوة عن ذلك وأن الله عز وجل قد قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقالوا الناس يأخذون ببعض الأقوال. لا شك أن هذه العادة التي ما زالت موجودة في موريتانيا الآن أرجو أن لا تثير الاستغراب، لأنها مستوحاة من طبيعة الناس البيئية. الناس أكثرهم كان يعيشوا وما زالوا أيضا يعيشون في الصحاري، والماء عندهم نادر جدا، فالماء النادر القليل يستخدمونه في شرب المياه، ولذلك كثيرا في الصحاري ومناطق البادية يتيممون مع وجود الماء لاقتصارهم في الماء على الشرب. انتقلت هذه العادة إلى بعض المدن الرئيسة مثل نواكشوط، فما زال بعض الناس يتيممون مع وجود الماء، إما لخوفهم من ندرة المياه أو لأن هذه العادة صارت عبادة عند بعضهم. لم تخلو لقاءاتنا مع الإخوة الموريتانيين من الطرافة، فنحن المشارقة نسمع بأن المرأة الموريتانية قوية الشخصية جدا، ولذا فهي تتبوأ المناصب الرفيعة، فما وجدنا شيئا يخالف العادات والتقاليد فضلا عن أن يخالف الشريعة الإسلامية. من الأشياء التي نلاحظها في أثناء جولتنا في إفريقيا أن المرأة في إفريقيا يختلف طبيعة التعامل معها من بلد إلى آخر، وهذا ليس في إفريقيا فقط بل حتى في العالم كله، فبعض الدول وحتى الحضارات السابقة تمتهن المرأة، تحتقرها، لا تعدها شيئا، بل قد تعدها حتى من سقط المتاع، وبعض الناس والدول تقدس المرأة أو تحترمها احتراما كبيرا جدا. من الأشياء الغريبة التي وجدتها في موريتانيا أن المرأة عندهم محترمة جدا. في أحد العلماء عندنا في السعودية اسمه الشيخ محمد العبودي، هذا رحالة كبير، فيحدث عن إحدى النواحي الإفريقية القريبة من موريتانيا، يقول لما أبطل نظام الرق غضب غضب شديد، قالوا له ليش زعلان أنت؟ قال يعني كيف أتخيل زوجتي تعيش بلا جارية؟ قال يا أخي قد أبدلك الله غير الجارية، عندك خادمة أجيرة تدفع لها شيء، تطبخ لك، تنظف لك، تكنس لك، ترتب أمورك، أمور البيت، أمور قال لا، الجارية عندنا، هذا شيء غريب صراحة، الجارية يعني هي الأمة المملوكة، الجارية عندنا تدخل مع زوجتي في دورة المياه في الحمام أجلكم الله وتنظفها، الجارية عندنا تهمز زوجتي طول اليوم، الجاري، فصار يقول حتى وصل به الأمر أن الجارية عندنا تخلل أسنان المرأة. طبعا هذا حتى ولو كانت أمة مملوكة لا ينبغي امتهانها، تبقى هي إنسان، لكن هذا يدل على المبالغة الموجودة عندهم. عموما تبقى موريتانيا كغيرها، لكن استطاعت المرأة في موريتانيا أن تكسب لها قوة شخصية في بيوت كثير من الرجال، على الأقل أن تكون محترمة. ودير بالكم يا جماعة التزوجون من موريتانيا. بأفريقيا قد رأيت الحياة، وبسمة حب ودمع سجى، تستدر الدموع وما بعد قول العيون كلام.